نشرة الأخبار على إذاعة الحياة FM. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة FM، والبداية بالعناوين. الحكومة اليابانية توافق على منح تونس تمويلا بقيمة 100 مليون دولار للمساعدة في تخفيف أثر جائحة كوفيد-19. ورئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد الاستعداد لمواصلة دعم تونس في تحقيق أهدافها التنموية. أهلا بكم إلى التفاصيل. انطلقت اليوم السبت قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا تيكا 8 بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال ومنظمات دولية وقادة من 48 دولة. وأكد الرئيس قيس سعيد في كلمة خلال افتتاح القمة ضرورة استنباط آليات جديدة لتحقيق النجاح في القارة الإفريقية، لافتا أن ذلك لا يتم إلا في ظل أنظمة مستقرة وعدالة اجتماعية مستمرة. وقال قيس سعيد خلال الجلسة الافتتاحية لندوة تيكا 8 أن تونس ترنو إلى صعود الجبال وتجاوز العقبات بفضل التضامن الجديد بين القارة الإفريقية واليابان. وأضاف أن التعاون الياباني الإفريقي سيعزز التنمية في القارة الإفريقية على مستوى كل القطاعات، وذلك ودعا سعيد بالمناسبة لإيجاد آليات جديدة للتعاون الإفريقي الياباني التي من شأنها أن تتيح للشعوب الإفريقية تحقيق أمالها وطموحاتها. نحن في حاجة اليوم إلى أن نتصور آليات جديدة، وأعتقد أن شركائنا اليابانيين بتجربتهم وبإمكانياتهم وبتصورهم لهذه العلاقات سيمكنوننا من تحقيق أهدافنا وأمالنا وأحلامنا. وتونس دعت منذ دخولنا في هذه المرحلة الجديدة في التاريخ، دعت إلى خلق توازن جديد. العالم لا يمكن أن يستمر على ما كان عليه، وأفريقيا خاصة التي تعج بالثروات والخيرات لا يمكن أيضا أن تتوفر فيها كل هذه الخيرات وشعوبها تشكو البؤس والفقر وتشكو غياب عديد المرافق العمومية. نحن اليوم نقارب هذه القضايا مقاربة مختلفة عن المقاربات السابقة، نريدها مقاربة إنسانية. شفى وزير الشؤون الخارجية الياباني هاياشي يوشيما أن حكومته وافقت على منح تونس تمويلا بقيمة 100 مليون دولار، وذلك في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية من جائحة كوفيد-19 في تونس، وفق ما أفاد به لوكالة تونس إفريقي الأنباء المنسق الإعلامي لمؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الإفريقية تيكا 8 محمد طرابلسي. وأضاف طرابلسي في تصريح لوكالة تونس إفريقي الأنباء اليوم السبت أن هذا الإعلان جاء عقب لقاء جمع أمس الجمعة وزير الشؤون الخارجية عثمان الجراندي بنظيره الياباني هاياشي يوشيما الذي يزور تونس بمناسبة انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الإفريقية. أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية مواصلة البنك دعم تونس في تحقيق أهدافها التنموية ومشاريعها ذات الأولوية والمردودية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف رئيس البنك الإفريقي للتنمية خلال لقاء جمعه بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم السبت على هامش قمة مؤتمر تنمية إفريقية تيكا 8 حرصه على التنسيق مع تونس لتجسيم مبادرة البنك الرامية إلى أحداث بنك خاص بالمبادرات الشابة في إفريقيا. وشكل اللقاء الذي حضره مدير المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس محمد العزيزي فرصة لبحث سير التعاون المالي بين تونس والبنك وبرنامج العمل لسنة 2023، خاصة على مستوى دعم الميزانية والمساهمة في تمويل عدد من المشاريع والبرامج في المجالات ذات الأولوية. وشدد سعيد على حرص الحكومة التونسية على مواصلة التعاون البناء والشراكة المثمرة مع البنك الإفريقي للتنمية خاصة في المرحلة القادمة، وذلك من خلال تمويل بعض المشاريع التي سيتم ضبطها في إطار المخطط التنموي 2023 و2025.
في أخبار العالم، أعلن البنك الوطني الباكستاني فتح حساب لجمع التبرعات للمتضررين من الفيضانات التي أغرقت مساحات واسعة في البلاد وأودت بحياة المئات. ونقل موقع The News International المحلي عن البنك قوله إن أنشأ حسابا مصرفيا لجمع التبرعات للمتضررين من الفيضانات الأخيرة في البلاد. وأضاف الموقع عن الحكومة الباكستانية أنشأت صندوقا لتوفير الإغاثة والمساعدات للمتضررين من الأمطار الموسمية والفيضانات المفاجئة التي اجتاحت معظم أنحاء البلاد. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الحكومة اليابانية توافق على منح تونس تمويلا بقيمة 100 مليون دولار للمساعدة في تخفيف أثار جائحة كوفيد-19. ورئيس البنك الإفريقي للتنمية يؤكد الاستعداد لمواصلة دعم تونس في تحقيق أهدافها التنموية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة FM.